ايه ده ايه ده ايه ده هو في كده كده حد يعمل كده يا صدقيه؟ حرام عليك، صحتني من احلاها نومه. كنت بحلم بالبيت روح تحت السمين وهي راكعه على رجليها كده على الارض وبتقول لي بحبك. ده وقت احلام وكمان بتكذب جوه الحلم يا ابني. ده وقت ابتهالات وادعيه ربنا، وقت صلاه الفجر. قوم يلا قوم. سيبني بس اكمل الحلم، 5 دقايق كمان بس. 5 دقايق. 5 دقايق؟ عايز تضيع علينا صلاه الفجر جماعه وان احنا واقفين في الصف الاول؟ روح انت اقف في الصف الاول. طيب حاضر هقف في الصف الاول. ايه انا دلقت عليك ميه نار؟ في حد يعمل كده؟ طب يلا يلا قوم عشان تتوضى. اتوضى ايه تاني؟ ما اتوضيت خلاص. يا صديق ابو المكارم، يلا يا ولاد الفجر بيأذن. يلا يلا قوم. انت جبت لنا الكلام اهو. الولاده ما بتنامش ابدا. يلا قوم قوم يلا. مد شوية يا أبو المكارم كده هنتأخر على صلاة الفجر. أمد أكتر من كده ده أنا فاتح الرابع. حاسب النقرة اللي قدامك دي. تعالى كده. البت شامم، البت تروح واقفة على العربية. أيوه. إزيك يا روح؟ إزيك أنت يا صديق؟ هروح أصلي الفجر وتكوني مجهزة لي رغيفين. مش لما تدفع الحساب القديم الأول؟ الحساب يوم الحساب بقى. اسبقني أنت على الجامع، أنا جاي وراك. ما تتأخرش. ماشي. ازيك يا روح؟ الحمد لله. اتجوزيني بقى يا روح. وهتنيمني فين بقى ان شاء الله؟ على المرتبة بينك انت واخوك؟ ده انا هخليكي تحلفي بيا يا بت. يا فتاح يا عليم، روح صلي الفجر يلا واصطبح وقولي صبح. ده انا هقول يا قشطة. اخ يا ما نفسي ادوق وحلي.